لمحمد الحردان في الشوط الأول من هذا اللقاء. بداية الشوط المباراة الثاني والمحاولة عند الخالية داخل المنطقة، مهدي حمدان، جول! الهدف الأول للخالدية لمهدي حمدان، سجلها ووضع الكرة في الشباك، هدف مقابل لا شيء، يعبر عن فرحته بالطريقة الخاصة، هدف مقابل لا شيء، فقط بعد مضي دقيقة، بعد مضي دقيقة من زمن شوط المباراة الثاني، وهدف التقدم. لاحظ البرنس اللي كان عامل له شغل كبير في ذلك الشوط، الآن يكرر هذا التألق، ومن الدقيقة الأولى الخالدية يتقدم، مهدي حمدان المتألق في الجولة الماضية يسجل هدفا أولا من بداية الشوط الثاني من هذا اللقاء، وبهدف مقابل لا شيء، بهدف مقابل لا شيء.